قرأت في كتيب أنه يجوز للحائض والجنب أن تلمس المصحف، ودليل الكتاب هو أن المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، والمطهرون هم الملائكة، ولو كان يقصد بنو آدم لقال المتطهرون. فهل هذا صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح، ولا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم لا يمس المصحف إلا طاهر. وأما قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، المراد بهم على الراجح الملائكة، ولكن يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه أقسام القرآن إن ذلك يدل بالإشارة على أن البشر كذلك لا يمسه منهم إلا المطهرون، يعني من الحدث الأصغر والأكبر. وهذا باتفاق الأئمة الأربعة كما حكاه صاحب المغني وغيره، اتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للمحدث أن يمس المصحف مباشرة من غير حائل. والله تعالى أعلم.